سلفادور دالي أحد أهم فناني القرن العشرين في إسبانيا والعالم، وعالم من أعلام المدرسة السريالية. متحف رينا صوفيا الوطني بمدريد يكرمه هذه الأيام بمعرض استعادي يحمل عنوان دالي كل المقترحات الشعرية والإمكانيات النحتية. المعرض يضم حوالي 200 قطعة فنية من إبداع العبقري دالي. لقد رأينا في السنوات الأخيرة معارض مذهلة غيرت طريقة نظرتنا لأعمال دالي ولمسيرته الإبداعية، وخاصة تلك المعارض التي أقيمت بمناسبة مئويته. الآن حان الوقت لنجمع العديد من الأعمال في معرض واحد أكثر شمولية، لا أن ننظم معرضا حول بداياته الفنية وأخرى حول آخر أعماله، بل نريد أن نرى عبقرية دالي بكل تجلياتها. المعرض نظم بالتعاون مع مركز جورج بومبيدو بباريس، ويحتوي على 30 قطعة تعرض لأول مرة، منها ما يظهر اهتمام دالي بالعلوم والتقنيات الحديثة. كان لدالي احترام كبير للتقاليد، ولكن في الوقت ذاته كانت لديه رغبة كبيرة في التجربة والابتكار من خلال اعتماد التقنيات الجديدة. وانطلاقا من الرسم كان يأخذنا إلى عوالم جديدة كالتصوير الفوتوغرافي والسينما، دون أن ننسى أننا أمام لوحة فنية. Dalí utiliza todos estos elementos, pero nos recuerda que siempre nos queda la pintura. المعرض الاستعادي دالي كل المقترحات الشعرية والإمكانيات النحتية يتواصل حتى الثاني من شهر أيلول سبتمبر المقبل.